الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيتوقع وصول عدد سكان مصر ل 153.7 مليون نسمة سنة 2052، زيادة أكبر من 60% في عدد السكان، وده معناه زيادة في عدد الطلاب. طلاب المدارس الابتدائي مثلاً هيصل عددهم ل 22.3 مليون طالب. مصر حالياً فيها 22.4 ألف مدرسة ومعهد أزهري ابتدائي يستوعبوا 13.6 مليون طالب. حسب تقرير الجهاز هنحتاج 27 ألف مدرسة ابتدائي جديدة، بالإضافة ل 12 ألف مدرسة إعدادي و 4 آلاف مدرسة ثانوي. زيادة السكان معناها كمان الاحتياج لوظائف أكتر. قوة العمل في 2052 هتصل ل 56.3 مليون مواطن، وده معناه إن إحنا هنحتاج ل 27 مليون وظيفة جديدة. الطلاب والموظفين هيحتاجوا رعاية صحية. في 2017 كانت الرعاية الصحية الملائمة محتاجة 2000 مستشفى، مع الزيادة المتوقعة هنحتاج ضعف العدد ده، والمستشفيات الجديدة هتحتاج 257 ألف دكتور و 429 ألف ممرض. الخطة الاستراتيجية للتنمية في مصر زي مختلف دول العالم بتمتد ل 2030، من أهدافها توفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، والوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد ل 36 طالب، وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوية. 2052 مستقبل ممكن يكون بعيد، لكن أفراده عايشين بينا كأطفال النهاردة. تفتكر مستقبلهم هيكون مشرق؟